السلام عليكم البنات، اخباركم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم بغيت نقول لكم ان هذا الفيديو هذا غادي يكون جزء اول، يعني هذا الجزء الاول من الفيديوهات اللي غادي ندير، اللي هما على العطله الصيفيه اللي دوزنا وفين سافرنا. غادي تشوفوا معنا عده اماكن باللغه العربيه، غادي تشوفوا معنا اكادير، اكلو، الجزيره الصغيره، جديدة. شنو جاني البنات؟ عرفتي شحال هادي ما صورت؟ بحال شادني لو تراك. المهم راه شحال هادي ما صورت لكم ورجعت من جديد. غادي هذا غيكون عبارة عن جزء كيف قلت لكم، الجزء الأول اللي غادي يشمل بعض الخرجات اللي خرجنا في هذا الصيف. كنتمنى أنكم تتبعوا معايا حتى الأخير، الأجزاء كاملة. غادي تفوجوا معنا، غادي تشوفوا معنا مناظر اللي جميلة، غادي تشوفوا معنا حوايج اللي كتضحكوا، وين جميع المراحل اللي دوزنا في العطلة الصيفية. نتمنى أنكم تشجعونا وما تنسونيش من اللايك والتعليق. اللي غيدخل عندي أول مرة ما ينساش يشترك ويفعل الجرس. يرحمك عليكم. بشويه هبط. مس شوية
بس شناكم شناكم دراكم فيديو خاسر تقوم في يوتيوب شي ديال عليا اه لا قالوا لي انا هذاك مسول ولا درت جات ماشي بغيتو لي عطيك زوين لا 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 زرق زوين هذا الزرق واعر سماوي لا هذا طب معايا هذا كامل شري لي بزز ومبغيش شوف هذا بشوش انا نهضر معاك قلت لي جيك واعر اي وي صيف لا بايسيش يا سيدي 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 يا
يلا